ميشيل ميلان دايتيشن موجودة معنا اليوم، رح نحكي عن ديتوكس. بونجور ميشيل. بونجور. ديتوكس يعني طبعا أكيد شيء كتير مهم، وأكثر من هيك في عليه كتير من الحديث، يمكن أوقات فهمينه صح يمكن أوقات فهمينه غلط. رح نشوف فيديو صغير ونبلش نحكي عن هالموضوع. اليوم حابين نعرفكم على سورميل ومميزات مركزنا الغذائي. إذا كنت رياضي يعني أنت بحاجة لنظام غذائي خاص بيمدك بالطاقة وبينمي لك عضلاتك بنفس الوقت. كل نوع رياضة له نظام غذائي معين، وبما أني أخصائية تغذية رياضية بسورميل ومدربة رياضية بقدر ساعدكم تنقوا النظام الغذائي الأفضل لجسمكم. وبالسورميل أخذنا التحدي نعمل أكل طيب وصحي بذات الوقت. قدرنا منيو كثير مميزة وكثير منوعة من أجود أنواع اللحوم والأسماك الطازجة والخضرة اليومية. منطقة استلام البضاعة منفصلة كلياً عن منطقة تسليم البضاعة، وهيك نحن منتجنب عملية الكروس كونتامينيشن لأكلنا. وبهالطريقة وصلنا نعطي أكل صحي طيب وفوق الخيال. نرجع لعندك ميشيل كمان على الاستوديو، كمان حضرتي لنا نموذج عن الميلز اللي ممكن نكون عم نستفيد منها. بس لما بنقول يعني ديتوكس شو يعني بالتحديد؟ كاتشا انا اليوم رح اسالك السؤال، انه برايك مثلا شو مفهوم الديتوكس للعالم؟ يعني مبدئيا المفروض انه بينظف الجسم، انه بيست على جوسز، انه بجوع كثير. مزبوط، معك حق 100%. فهيدا المفهوم وهيدا النوع النظام الغذائي بدي بلش انه منه شيء صحي والمفهوم غلط. ليش؟ رح فسر هالنقاط. اول شيء النظام الغذائي اللي بيكون كله معمول من عصير، يعني ما عم ناكل غير، ما عم نشرب غير الجوسز وما عم ناكل غير خضار وفواكه، هيدا النوع الغذائي بيخسرنا كثير اول شيء عضل ومي قبل ما يخسرنا دهون. فبس نخسر كثير عضل والمي، الميتابوليزم تبعنا يعني قد ايه نحن بنحرق بنهار بلا رياضه بيقشط بس نخسر هالكتله العضلات. فبس يقشط الميتابوليزم كثير صعب نرجع نعليه بعدين تا نرجع ننزل وزن من بعد الديتوكس. ثاني شغله بتصير بالجسم هي انه بفوت بي ستارفيشن مود، يعني بجوع كثير كثير قوي منه طبيعي. هالستارفيشن مود بتخلي الجسم يحس حاله بحاله حرب، كانه ما في اكل موجود، ما راح يفهم انه نحن عم نعمل ديتوكس ودايت. فاللي راح يعمله الجسم انه راح يخزن الاكل اللي راح نرجع ناكله اول ما نخلص الديتوكس تايمز 2 وتايمز 3، يعني بنرجع راح ناخذ ما بيصرفه وبيخزنه ليحمينا، فراح نرجع ناخذ الوزن اللي خسرناه دوبل. وبهالوقت ما في انرجي، ما اكيد ما في انرجي، والمود تبعنا بيكون كثير تعبان، بنكون تعبانين وزعلانين، انه في ستريس عم ينخلق بالجسم. فكمان نحن عم نشتغل بنكون على منا على لايف ستايل، لانه ما بنكون عم نتعود على عادات صحيه، لانه دايت الديتوكس العصير بينعمل بس على يومين ثلاثه ماكسيمم خمس ايام، ما بيحمل الجسم اكثر. فنحن ما بنكون غيرنا العادات تبعنا ورح نرجع على العادات القديمه، فغير الوزن رح نرجع ناخذه ناتشرلي من الجسم، رح نرجع كمان وراحه المعاناه دعان كمان كلهم، رح نرجع ناخذ الوزن دوبل. كيف لازم نتصرف لكن؟ فنحن بسورميل رح فرجيكم سامبل بوكس، بس تعلق على شغله رح قلنا كمان تنظيفة الجسم، نحن الجسم ما انه عاوزنا بس تودي هيدي النقطة انه نحن ننظفه، عنا الكلاوة والكبد هن بيعملوا عملية التنظيف بالجسم، بس فينا نعمل بوست صغير للجسم من خلال البوكس تبع سورميل. نحن الكونسبت تبعنا اللي هو هاي بروتين، ورح فرجيكي على الانجريدينتس اللي موجودين بالبوكس. اول شيء نحن عندنا وجبتين اساسيتين اللي هن الغداء والعشاء، اللي هن بيكون فيهم اكيد البروتين من نقينا سمك، لانه نحن الدايت البروتين تبعنا باسكو فيجيتيريان، يعني فيه بس ثمار البحر والسمك. اوكي فهون بنشوف في جريل سالموند واسباج وحتى حاطين مشروم وكورن. ليه الكورن؟ وحتى بالسايد سالاد عندنا كينوا، لانه بننقي النشويات اللي بيكونوا جلوتين فري، لانه ما بنمنع الجسم كمان من النشويات، لانه عاوزين النشويات للسكر والانرجي. اوكي وعندنا السايد سالاد كمان فيها بلاك بينز. وليه جلوتين فري؟ جلوتين فري اوكي، نحن الكونسبت نريح الجهاز الهضمي تبعنا. نعم. فمنشيل كل شيء دجاج ولحمه، منشيل الجلوتين ومنشيل اللاكتوز، كل شيء مشتقات الحليب. فبهالطريقه بنكون عم نامن البروتين كلهم بلا ما نكون عم نعمل وبصير صالح للجميع 100%. اوكي
على العشاء عنا الشريمبس والسالمون كسورس اوف بروتين. الشريمب كاتشا بكل 100 جرام شريمب بنلاقي 24 جرام بروتين، يعني هالقد فيهم بروتين. بنرجع اكيد في السناكس، السناكس نحن عاطين فروت وناتس للمضادات للاكسده، للفيتامينز، للمعادن، لكل شيء نعطي البوست للاميونيتي، للجهاز المناعي كمان مش بس الجهاز الهضمي. وتركت وفي الجوسس، اوكي رح نحكي عن الجوسس. هون شايفين عنا ثلاث انواع جوسس، اكيد عنا اكثر انواع جوسس بالديتوكس دايت، بس هيدي سامبل عن نهار واحد. الجوس مرافق كل هول مش كل لحاله، هولي مش لحاله 100%. فنحن بكل جوس عنا خمس مكونات ان كان من خضار او فواكه. هالخمس مكونات هن لانه هالقد عم ننوع الجوسز عم ناخذ قد ما فينا مضادات للاكسده، فيتامينات ومعادن للجسم. فالجوس بيفوت بقلب هالدايت كله اللي بيكون فيه وجبتين اساسيتين معهم. اوكي وهون الكميات محدده طبعا، اكيد البوكس فيها 1000 ل 1200 كالوريز، اكيد مش تحت ال 1000 كالوريز ما بنعطي لانه هيدا شيء غير صحي، كمان بيفوت الجسم بالستارفيشن، وما بنعطي اكثر من 1200 لانه اكيد بيكون الشخص عنده تارجت معين. فالترويقه، هاي الترويقه تركتها لاخر شيء. نحن هون حاطين اوتميل، اوتميل كمان كثير غني بالالياف وبالفيتامينات والمعادن وبيشبع، وكثير غني بالبروتين. فهيدي السامبل بوكس تركت الترويقه للاخر لانه انا رح احضر معك كاتشا اليوم ديتوكس بريكفاست للي عم بيحضرنا فيه، يكون عم بيحضره معنا اذا عنده المكونات بالبيت او غير مكونات هلا بفصلكم عنه. اوكي ديتوكس نهار الاحد كمان، ديتوكس ما هي اتشب شيل بريكفاست هلا بتشوفي. اوكي فراح نبلش اليوم، راح نعمل جرين سموذي. بحيالة سموذي عم نحضره بالبيت، فينا نقي حيالة فواكه بدنا اياها، حبه فواكه ان كان ذره ان كان فريز او افوكا. انا اليوم نقيت الافوكا، هلا الافوكا بشبع اكثر من غيره اكيد، واكيد البورشن اللي راح نعملها اليوم لشخصين مش لشخص واحد. بس نفرجي على الريسيبي، ويكون في موزه وحليب نباتي ان كان حليب اللوز، حليب الصويا او حليب الكوكونات. اوكي فضروري يكون في الحليب النباتي، لاكتوز فري اكيد، لاكتوز فري الحليب والموز والافوكا. رح بلش اخلو حط الموز، خلينا نحط كفوف. والباريز كمان رح يكونوا هولي حولي توبينجز، هلا رح فصلكم عنهم بس نخلص السموذي. الموز والحيالة الفيكة اللي عم نستعملها احسن معنا دقيقتين تكون... بعد مش بدنا نسرع انا منيح دقيقتين بس بدك تكوني شوي اكثر. يلا اوكي اوكي سو هاي الموزه كبيره، هي يعني ثلاث موزات ما حولها شخصين. اوكي ثلاثه بلدي، ثلاثه بلدي 100%. اوكي والسموذي قد ايه حطينا حليب؟ يعني كبايه. اوكي كاتشا مثل ما قلت لازم يكونوا الفواكه مش كثير قاسيين وفجين تيكون اسهل لنعملهم. هون ما عملت كل الافوكا مش مشكله. اوكي هلا نحن عم نعطي بيطلع السموذي هيك. هلا الموزه هي اللي رح تعطي نكهه السكر، ورح زيد التوبينجز عليهم، فرح زيد الفريز والاوت، الاوت والشيا سيدز. وهلا نحن فينا نحط حيالة توبينجز بدنا اياهم. انا هون نقيت الكوكوناس والشيا سيدز، الباستايت موجوده هون بنحط طبعا ولا. طبعا اشياء معينه والبامكنز اللي بدنا اياه. التوبينجز فينا ننوع مثل ما بدنا، شويه بلو بيريز. صارت شهيه وجاهزه، شهتك هالطريقه اليوم هيدي الطريقه. هلا صرنا مروقين كذا مره نحن اليوم من ابل شترودل ولورا. ثانك يو ميشيل. فاذا دايت سورميل ما بيجوع،
مش هيدا هو الهدف. ديتوكس مش يعني نكون عم نجوع الجسم ولا نكون عم نخسر عضل ومي على الفاضي وما نكون عم نستفيد شيء. حنكون نوعا ما شبعانين ومأكدين انه عم نعمل الصحيح وبنعمل بوست. ثانك يو. وقفي هلا بنرجع بنتابع لايف مع ميوزيكال مع غسان يمين وميشيل لحداد. خليكم معنا.